جالا فهمي. أعمالها قصيرة لكن أخبارها كثيرة. هي ابنة مخرج شهير وزوجة عازف شهير. موهبتها الفنية ظلت تتخبط لفترات، ولكنها كما تقول تثق في إمكانياتها الفنية جدا. بجانب موهبتها التمثيلية فهي أيضا تتمتع بصوت عذب على حد قولها، حتى ولو اتفق النقاد والجمهور على عكس ذلك. وبرغم ثقتها الكبيرة في إمكانياتها إلا أنها قررت الابتعاد عن الفن والتمثيل والتفرغ لحياتها الشخصية فقط. اليوم ومن خلال تقريرنا التالي سنتحدث عن الفنانة جالا فهمي من بدايتها الفنية وحتى قرار ابتعادها عن الفن، وسنتحدث كذلك عن حياتها الشخصية جدا ولما قررت الإضراب عن الطعام حتى ضعفت قواها، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. جالا أشرف فهمي ولدت في القاهرة في 6 نوفمبر عام 1960، وهي ابنة المخرج المصري والكاتب الراحل أشرف فهمي. لذلك بدايتها الفنية جاءت مبكرة جدا، فقد دخلت مجال التمثيل في 12 من عمرها من خلال الظهور في عدة أدوار صغيرة مع والدها. ولكن دراستها كانت بعيدة جدا عن مجال الفن، فقد درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. وبجانب إجادتها للإنجليزية فهي أيضا تتحدث اللغتين الأسبانية والفرنسية. قبل أن تبدأ مشوارها التمثيلي عملت في الإذاعة المصرية وقدمت برنامجا بعنوان حكايات روية وفكري، ثم شاركت في برنامج تلفزيوني باسم الحل هو الحبل، ثم ظهرت في دور صغير بفيلم يوم مر ويوم حلو مع الفنانة فاتن حمامة، ثم قدمت مع والدها فيلم إعدام قاضي، لكنها قررت عدم التعاون معه ثانية بعد أن قال لها والدها إنه وضعها على الطريق الصحيح، وإن كانت موهبتها حقيقية فستكمل المشوار. وبالفعل بدأت في تقديم عدة أعمال فنية متنوعة، منها كين العوالم، قبضة الهلالي، الحب في طابة، الجينز، طقطق وريكة وكاظم بي، علاقات مشبوهة، سمكة وأربعة قروش، كلام الليل، جالة جالة، وأول مرة تحب يا قلبي. وقدمت أيضا مسلسل ليالي الحلمية الجزء الثالث. اشتهرت الفنانة جالا فهمي بتقديم أفلام مقتبسة من أخرى أجنبية، وعن ذلك الاقتباس في أفلامها قالت: المهم في الاقتباس أن أكون مقتنعة تماما بالدور وأن يتم تقديمه بشكل يناسب الجمهور المصري، وبصراحة أدين بجزء كبير من نجومياتي للموضوعات المقتبسة، وهذا ليس عيبا وليس تقليلا من المؤلفين في مصر. بجانب ذلك اشتهرت بجرأة ملابسها ومشاهدها الساخنة في معظم أفلامها، لذا وصفها البعض بنجمة التعري، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت: لا يوجد حرص مني على ارتداء ملابس ساخنة في كل أعمالي، لأن معنى هذا أنني أمثل بالملابس العارية وليس بموهبتي في التمثيل، وهذا غير صحيح. كنا قد ذكرنا أنها كانت تتمتع بصوت عذب كما ذكرت من قبل، لذلك أنتجت لنفسها شريطا غنائيا في عام 1992، إلا أنها لم تطرحه بالأسواق بعدما نصحها البعض بأن تركز بشكل أكثر على التمثيل. ثم قدمت في 2002 أغنية أطفال الحجارة لمساندة الشعب الفلسطيني، كانت من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم وألحان الموجي الصغير، لكن لا يوجد أثر للأغنية على موقع يوتيوب. استقالت من نقابة الممثلين عام 2008 وأعلنت عن تفرغها للعبادة بحجة تهميش أعمالها بجانب عدم حصولها على ميراث والدها الفني، وشعرت بعدها بالإحباط لتدخل في إضراب عن الطعام، نقلت على إثره للمستشفى وأصبحت بعدها غير قادرة على الكلام بشكل طبيعي. ولكنها حاولت العودة للتمثيل في عام 2011 من خلال فيلم عزاب الرجال الذي لم يخرج إلى النور حتى الآن، لكنها ظهرت في عدد من المناسبات الاجتماعية بعد طول غياب
مثل عزاء الكابتن طارق سليم وفرح نجلها عمر. تزوجت 4 مرات، كانت الأولى من الموسيقار عمر خيرت والد ابنها الوحيد عمر، وبعدها تزوجت من شخص آخر من خارج الوسط الفني، وبعدها من المخرج شريف شعبان، وكان الأخير هو المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم جلا جلا. برأيك عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن دخول الفنانة جالا فهمي للفن كان مفروشا بالورد بسبب والدها، أم كانت موهبة جيدة ولكن ظلمتها اختياراتها الفنية؟